شكرا للمنبر إفادة على الدعوة. بالنسبة للمقابلة راه كما شفتوا كانت مقابلة صعيبة، لعبنا مع دراري تبارك الله الفتح اللي دراري مكونين، دراري ديال لا فورماسيون، كنا خاسرين واستطعنا نرجعوا في النتيجة. بهذه المناسبة تنشكر اللعابة على المجهود اللي قاموا به وعلى الروح القتالية اللي أبانوا عليها في هذه المقابلة هذه. الحمد لله المهم هو 3 بوان. حنا الوضعية ديالنا ما تسمحش لنا نخسروا ولا نتعادلوا في بلادنا. بالنسبة للمقابلة المقبلة ضد نادي القنيطري، مقابلة ديال كما سبق قلت بعض الإخوان ما بين القلب والعقل. كما تعلموا بأننا ولد الكاك، ولد نادي القنيطري، ولكن التمارة هي العقل، دابا العقل، وأنا خدام وخدام محترف، خصني نمشي نلعب الكرة مع الكاك. وبالمناسبة تنتمنى لها هي الصعود إن شاء الله. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمقابلة، في المقابلة الحمد لله يعني شنقول لك، كان انتصار ديال اتحاد تمارة، يعني هذا الشيء بفضل الجمهور اللي التحق المرة الثانية للملعب البلدي. كان الالتحاق الأول في المقابلة ديال فتح الناظور، والحمد لله بفضل الجمهور التماري استطعنا الفوز، واليوم عاوتاني تحقق انتصار. الحمد لله كنشكر جمهور مدينه تماره على المسانده والمؤازره في طيله 90 دقيقه. بالنسبه للمقابله، فهي مقابله كانت قويه، ما كانت سهله، يعني خصوصا مع الفريق الفتح الرباطي، يعني اللاعبين تبارك الله في المستوى، والحمد لله تمكن الفريق تحت تماره بانتصار بفضل المجهود ديال الاداره التقنيه ديال السي منير مبارك مدير الفريق، واللاعبين اللي يبينوا على الروح القتاليه. وكنشكر جميع اللي حضر اليوم الملعب البلدي لمساند فريق اتحاد تمارة، كنشكر جميع الجماهير، كنشكر جميع الغيورين المساندين، كنشكر جميع اللي حضر اليوم بكثافه تشجيع الفريق. والحمد لله هذا الفوز هذا كنهديه لجماهير مدينه تمارة، ومدينه تمارة الحمد لله فيها الرجال. اليوم كيفشوا يعني ما يمكنش، يعني الحمد لله كنقول نعاودها للجمهور، يعني كانت مساند 90 دقيقه. كنشكرهم بزاف، كنشكر مدينه تمارة وكل المساندين للفريق. شكرا. لا صراحه جن ثلاثه النقاط راه ماشي صعيبه بزاف، صعيبه وصعيبه مع فريق اللي منظم صراحه كيلعب كره مزيانه، واخا درنا مجهودنا وجاب الله التيسير هذا ما كان. الماتش الجاي كونتر قنيطره ما غيكونش سهل. لا ما غيكون سهل، صعب كيفاش غتشدوا لي كلاعبين صراحه. الماتش اللي غيكون صعيب وصعيب بزاف صراحه قنيطره اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره، غير ذاك الجمهور في حد ذاته ادفيرسير لينا. غنمشيو تما ان شاء الله ونديروا مقابله ديال العمر ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.